فول جرافيكس مع مراجل جرافيكس او اعطاك الكلش جرافيكس ب 90%. طيب نستنى شويه باسكو كاين 50 سلايد وماذا بيا نخلي شويه وقت باش نهضروا في لافين دي سوشي. ماشينا كبيره الدور وحنا اللي ريمون هذيك الماشينا لازم يدور معاها باسكو كي فيلم شغل خصني واحد الفيلم في هذه الطبعه قررنا اننا نديروا ماستر كلاس دي جي لي في اف اكس دونك اليوم خدمها لنا انا بور مو سي ان غران و او ميم طون فخر لينا باسكو سامي لاموتي هو في اف اكس ارتست جزائري مقيم بكندا واشتغل في اكبر الافلام الهوليود نتاع هوليود واليوم دونك جاي نوزا في هذا الماستر كلاس جا كما نشوفوا جو الناس تريز انتريسي التكنولوجيا اللي مستعمله في المؤتمرات الخاصه وفي الالعاب الفيديو تانيت وحكينا على الذكاء الاصطناعي مستقبل الذكاء الاصطناعي الفوائد اللي الجزائر تقدر تكون عندها من الذكاء الاصطناعي ولا من الفيجوال افكتس وحكينا على الامكانيات اللي حيكونوا ان شاء الله في الجزائر باش يكون كاين تطور في هذا المجال.